الفصائل في أقصى تأهلها للقيام بشن عمليات مسلحة على القواعد الأمريكية، ومن ضمنها قاعدة عين الأسد وقاعدة الحريري. وهناك معلومات مؤكدة بأن هناك جهوزية عالية للفصائل. الحكومة تحاول جاهدة متمثلة بالسيد السوداني للوصول إلى تسوية مع هذه الفصائل بعدم التدخل المباشر، ولكن هناك لربما توجيهات من قبل الجارة إيران بالضغط على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف الحرب تارة، والضغط عليها لربما مكاسب سياسية إيرانية من جهة أخرى. الوضع للأسف الشديد متأزم، كل شيء وارد. ربما في الساعات القادمة لا يمكن أن نتكهن بما سيحدث، كون أن هذه الفصائل لا تعمل تحت لواء القائد العام للقوات المسلحة. طيب دكتور، أنت تتحدث عن السوداني يقنع الفصائل المسلحة، هل يعني ذلك أن بغداد غير قادرة على كبح جماحي تلك الفصائل كما تريد واشنطن؟ بالتأكيد هي غير قادرة ولن تستطيع من كبح جماح هذه الفصائل. هناك الكثير من المناورات التي قامت بها الفصائل بالذهاب إلى مدينة القائم على الحدود الأردنية وإلى آخره، لم تتمكن الحكومة المركزية من إقناع الفصائل بالعودة، وجرت هكذا محاولات ولكنها فشلت. كثير من الاجتماعات السيد السوداني بقادة الفصائل بعدم ضرب القواعد الأمريكية، ولكن فشل في هذه المحاولة. للأسف الشديد الفصائل لديها اليد الطولة في العراق، لديها القدرة على ضرب الأماكن التي تحددها بكل حرية دون أن تكون للقيادة المسلحة ووزارة الدفاع العراقية القدرة على لجمها. للأسف الشديد هذا. طيب هل تستطيع بغداد الذهاب إلى طهران لإقناع الفصائل بالتهدئة، وعلى الأقل إقناع الفصائل بأن لا تكون بغداد هي ساحة تصفيات حسابات دولية وإقليمية؟ هذه هي ضمن المحاولات التي ربما سيقوم بها السيد السوداني، وقام بها باتصال هاتفي مع القادة في طهران، ولكن ربما لم تجد هذه الدعوات أذن صاغية. إيران تريد أن تكون هي اللاعب الوحيد في المنطقة، تريد أن تبرز لي أنها قوة إقليمية كبيرة جدا تكون ند للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وتكون هي الراعية لكل الحركات التمرد والمسلحة لنجم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. لن تتنازل عن هذا الدور بدعوات من العراق أو من لبنان أو من اليمن. هي تريد أن تحقق أهدافها السياسية والاستراتيجية بعيدة المدى عن طريق هذه الفصائل التي أنشأتها في تلك الدول. وأتوقع إيران إذا ما أرادت أن تحرك هذه الفصائل ستكون لها الحرية المطلقة في تحريكها دون أن تتمكن الحكومات العربية في هذه الدول أن تحرك ساكنة.